يعني تبنى واحد الضغط رهيب ك... كمسؤول. كاين احنا 15 ولكن انا راه جزء من هذا المكتب. هذا المكتب فيه الرجال، فيه ولاد الناس بالاساس مع البطريقه. انا كنقول كمسؤول داكشي اللي قديت نعطيه نعطيه، كنعتذر للجماهير على هذه العقوبه. ولكن عبد الله ابراهيمينا ما كانش، كاينين مجموعه من عبد الله الابراهيميات. كنفتخر بان اول واحد جابني الانخراط هو رشيد البوصيري اللي كنبغي نترحم عليه، هو اللي جابني وقال لي خصك تنخرط. انا اليوم واحد الضغط حيد عليا صراحه، كانت مسؤوليه كبيره علينا. ربحنا ربحنا كاملين، ملي كنخسروا كنخسروا حنا. كنبغي نهني هاد الناس، كنقول هاد الجمهور هاد البطوله ما بغيناش تكون ديك الشجره التي تخفي الغابه. كاين تحديات العام الجاي، كنبغي نطلب منهم الهدوء ونطلب من المنخرطين اللي كنبغي نقدم لهم تحيه ديال نادي الرجاء الرياضي. ما كنصطنعوش، كنبكيو من القلب. بغينا نقولوا لهم هاد النادي هذا خصكم تحافظوا عليه، هاد النادي هذا امان عندكم. اي واحد غيشد المشعل وراه هاد المكتب هذا خصو يكمل المشوار اللي بدا هذا المكتب هذا. حنا اليوم كنسيروا في قطار، غدا غنزلوا غينزلوا ناس اخرين. ولكن انا كعبد الله ابراهيمي سنتين قاصحه، ولكن الدوب اللي كنسيني في كل شيء، ما بقيتش منخرط، ما بقيتش مسير، راه ما عمر شي واحد غيحيد لي انني نبقى رجاوي وديما رجاء. ويا ربي هذا النادي هذا يبقى شامخ. واليوم تبتنا على اننا احسن فريق في المغرب نتيجه واداء.